كرة جميلة جميلة من بند الحبابي، ضربة ركنية لصالح منتخب الامارات الوطني. بند الحبابي من مسافة بعيدة في زاوية جيدة، لكن ايضا ردة فعل ممتازة تحسب لحارس المرمى الحارس غوربرت سين في الكرة الماضية. شوف ملعوبة صح، كانت محتاجة الى اكثر قوة يا بندر، اكثر قوة، لان القوة ما تعطي حارس المرمى الفرصة انه يتحرك بالسرعة وبالتالي يبعدها كما فعل في الكرة الماضية. في ضربة ركنية الان عن طريق عبد الله رمضان، منتخب الامارات يبحث عن هدف ثالث في مباراة الان، لكنه يبحث اكثر عن طبعا فائدة على كافة المستويات، على الانسجام، على مستوى الانسجام. نعم، راينر فرنانديز لاعب نادي مومباي سيتي. كرة تلعب عالية والامام، خطيرة، مبخوت جاب الهاتريك، علي مبخوت، ابتسامة دائما ان شاء الله تعالى. هذا المهاجم اللي يريحك، اللي يخليك مرتاح بالفعل. شوف طلب الكرة، لكن برافو من بندر. نعم، استلام خلاص. المهاجم حتى يسجل محتاج لهذه النوعية من الاستلام اللي يسهل لك الأمور. وعلي بالتالي استلام في المكان السليم، ونهاية هاتريك لعلي مبخوت. هاتريك لعلي مبخوت الآن، ووصل الآن إلى 68 هدف. 68 هدف بالتمام والكمال. جميلة طبعا، وطبعا هذا الاقتراح ايضا يرفع للاخوان في اتحاد كرة القدم، لكن كرة جميلة. خليل ابراهيم الان محاولة في الكرة الماضية، كان ممكن انه يتصرف بصورة افضل. تعود لعلي مبخوت صاحب الهاتريك في مباراة اليوم، منتخب الامارات 3-0 كلها عن طريق علي مبخوت في هذه المباراة. وليد عباس لشاهين عبد الرحمن. انا اعتقد ان هذا الثنائي ربما يكون الثنائي المفضل لمنتخب الامارات على المستوى الدفاعي. علي مبخوت للامام، محاولة من علي مبخوت، تعود لفابيو ليما، كرة تلعب ولكن ابعاد من جانب مدافع ايضا عادل خان في الكرة الماضية. تعود لخلفان مبارك، ممكن يسدد سهلة جدا مع حارس المرمى غوربا. ايضا جيل، والان دورينا ولله الحمد، يعني دورينا في متابعة، في اشادة من الجميع، حتى من الدول العربية، من الدول الشقيقة. كرة جميلة في الله الله الله، يا علي مبخوت وخليل ابراهيم. اللمسة، قال له سجل، روح سجل، وصله للمرمى، دله على الدرب، دله على الطريق كان سهل لعلي، لخليل ابراهيم، لان لمسه، تشوف عينك، الله 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 من علي مبخوت. ونهايه جميله كانت بلمسه ايضا من جانب خليل ابراهيم. يكون منتخب الامارات الوطني يتقدم الان باربعه اهداف نظيفه. حلوه اللمسه من جانب خليل ابراهيم. وخليل ابراهيم مثل ما قلنا، يعني في 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 فتره مع منتخب الامارات، مع فان مارفيك اساسي في المنتخب، مع رازوفيتش في نادي الوحده يكون في قائمه البدلاء، لكنه طبعا يعيش اوقاتا طيبه مع منتخب الامارات الوطني. سجل الهدف الرابع، يكون هدف الدولي الثالث منتخب الامارات، يكون جاهز ان شاء الله تعالى. هذه محاوله عرضيه للامام، والابعاد ياتي في الكره الماضيه. نعتقد ان السيد فان مارفيك مع توالي دقائق ممكن ايضا يستدعي كثير من اللعيبه، يريح بعض اللعيبه. 4-0 السيد ستيميتش مدرب المنتخب الهندي، الرجل الكرواتي، بينما فان مارفيك يحبون اللعيبه، هذا اهم شيء، يحبون اللعيبه يحبون المدرب، معناته غرفه ملابس هادئه ما فيها مشاكل، هذا مهم جدا، انسجام كبير، وبالتالي قناعه كبيره بالشراء. كره جميله من بند الحبابي، ضربه ركنيه لصالح منتخب الامارات الوطني. بند الحبابي من مسافه بعيده في زاويه جيده، لكن ايضا رده فعل ممتازه تحسب لحارس المرمى الحارس غوربرت سين في الكرة الماضية. شوف ملعوبة صح، كانت محتاجة إلى أكثر قوة يا بندر، أكثر قوة، لأن القوة ما تعطي حارس المرمى
الفرصة أنه يتحرك بالسرعة وبالتالي يبعدها كما فعل في الكرة الماضية في ضربة ركنية الآن عن طريق عبدالله.